شهميران هون عابد خدوا على البناء لجوا واتصل بالمعلم قل له شهميران هون وانت الحقوا لجوا فوت لجوا اقتلوا العميل وبعدين اقتلوا البقية أمرك التفوا من وراء وفوتوا لجوا عابد. معلم داهمونا بمحلنا ونحن طالعين عابد ما لازم يموت عميل الموساد تحملوا جايين معلم شو عم يصير راجعين بماتي عمران فيك تشلح الكيس معلم ما عم بحسن بشلحهم طيب انت ليش ربطت له اياه حتى يبين واقعي معلم معلم رافقونا كل هالقد ما بصير نرجعنا على القاضي الحي عم بيلفوا لعنا من ورا اطلع من هنيك خبرت المعلم ايه جاي عبد الحي اللي شو وضعك منيح اسحبوا لهداك لجوا انسى الزلمة مات سيدي عميل الموساد مقتل كتير منيح سيدي مراد على مدار جاي لهون شو بتأمرنا نعمل ما بيصير نبعت العميل هيك لحاله لتحت التراب قتلوهم كلهم عمران انت خليك هون حاضر معلم ايه
حاضر معلم. معلم الجبنة هربوا. خلاص اتركن يهربوا، بنمسكن بمحل تاني. عبد الحي انت منيح؟ رصاصة فايتل جوا، انا بنزف كتير. انت ليش واقف هيك؟ اتصل بتركي خليه يبعث الاسعاف. معلم انا اتصلت. ليش لكان عم تخليني احكي على الفاضي؟ شو قصتك؟ وانت شو وضعك يا نمر؟ منيح ماشي. واحد اثنين ثلاثة. معلم في شي ضروري بدي اقول لك اياه. بدي لي اللي بدك تقوله بالمستشفى. انا ما بدي مشفى معلم، ما فيني. امشي معي واسكت. يلا اطلع. ما فهمت شو جاب برا لهون. انا ما بعرف معلم. شو يعني كانوا عم بيلاحقوه؟ أكيد معلم. اطلع. بروح بمسك العميل بشمال العراق وهن اللي بيقتلوه هون بنص اسطنبول. ما عم تفوت بعقلي هالشغلة. اتركني انا ما في شيء. قول للشوفير يسوق اسرع.